الصحة المستدامة. سونيتا ناظر. أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، سعيدة جدا أن أكون معكم اليوم أيضا للسهر على صحتكم. واليوم سنسهر على صحة المرأة التي وصلت إلى سن الأمل مع دكتورة باسمة جبر الاستشارية في الطب النسائي والتوليد في مستشفى سليمان حبيب في دبي. هي معنا على الخط مباشرة من الإمارات، سنفتح معها هذا الملف، هل الإفرازات المهبلية بعد انقطاع الطبيعية؟ كل التحيات لك دكتورة باسمة من باريس إلى دبي. اسمحي لي أن أرحب بكل مستمعينا اليوم وأدعوهم للتواصل معك والتفاعل مع حلقتنا على رقم الواتساب التالي 00336072949. أرحب بزكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج وبيوسف حبش في قسم التنسيق. أهلا وسهلا بك مجددا ودائما على أثير مونت كارلو الدولية وفي برنامجك برنامج الصحة المستدامة. أهلا دكتورة باسمة. أهلا بك. إذن في البداية، هل من الممكن التعريف بشكل عام بالإفرازات المهبلية بشكل عام دون أن نتحدث فقط عن إفرازات انقطاع الطمث؟ تفضلي. ما هي الحقيقة موضوع كتير مهم، بيسعدني أني أحكي معك فيه. الحقيقة المفرزات المهبلية مختلفة من امرأة لامرأة أخرى، حتى أنه الإفرازات المهبلية الطبيعية مختلفة من يوم إلى يوم آخر. الحقيقة الإفرازات المهبلية إلى علاقة مع الأيام الدورة، لأن إلى علاقة بالتوازن الهرموني. في عنا مفرزات مهبلية طبيعية بتزيد وقت الإباضة، طبعا الهدف الفيزيولوجي اجتذاب النطف من أجل تعزيز قضية الأخصاب. لكن المفرزات المهبلية غير الطبيعية هي اللي بتسبب أحساس بالحرقة، هي اللي بتسبب حكة، هي اللي بتكون متغيرة اللون، ممكن أنه تكون صفراء غامقة، ممكن تكون خضراء، بتعبر عن الإصابة بالتريكوموناس اللي هو أحد الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، ممكن أنها تكون مائلة إلى البراون عبارة عن سبوتينج. فكل نوع من أنواع هذه المفرزات، حتى المفرزات الناجمة عن الإصابة بالمبيضات البيض الكانديدا، بتكون كثيفة عندها ستيكي، يعني بتلتصق. يعني كل نوع له ترجمة طبية خاصة. طبعا طبعا طبعا. نعم، شكرا دكتورة باسمة جبر على هذه المقدمة. طبعا سنتحدث أكثر عن الإفرازات المهبلية اليوم بعد انقطاع الطمث، ومتى تكون طبيعية متى لا تكون طبيعية، معك مباشرة بعد دراسة اليوم. دراسة تشير إلى ارتباط وثيق ما بين الألياف الغذائية والاكتئاب عند المرأة. الصحة المستدامة سونيتا ناظر. توصلت دراسة طبية حديثة إلى ارتباط الألياف بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب خاصة لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 264 مليون شخص في كل أنحاء العالم يعانون من الاكتئاب، وتتزايد أعدادهم مع مرور الوقت، وتعد هذه الحالة المنهكة أكثر شيوعا عند النساء. وهناك عدد من النظريات حول أسباب ذلك، حيث تم ربط التغيرات في مستويات الهرمونات لدى النساء في فترة ما حول انقطاع الطمث بالاكتئاب. وأكدت هذه الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جامعة نيويورك وشملت 5800 سيدة من مختلف الأعمار، وجود علاقة عكسية بين تناول الألياف الغذائية والاكتئاب لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث بعد التكيف مع المتغيرات الأخرى. لكن لم يتم توثيق فرق كبير في النساء بعد انقطاع الطمث، وأشارت إلى أن استنفاد هرمون الأستروجين قد يلعب دورا في تفسير سبب عدم استفادة النساء بعد سن اليأس من زيادة الألياف الغذائية، لأن هرمون الأستروجين يؤثر على توازن الكائنات الدقيقة الموجودة في الأمعاء الموجودة في النساء قبل انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث. كما يمكن تفسير الارتباط بين الألياف الغذائية والاكتئاب جزئيا من خلال تفاعلات القناة الهضمية والدماغية، لأنه ينظر إلى أن التغيرات في تكوين مجهريات البقع المعوية قد تؤثر على النقل العصبي، وتعمل الألياف على تحسين
تحسين ثراء وتنوع ميكروبيات الأمعاء. الصحة المستدامة سونيتا ناظر. إذن دكتورة باسمة جبر، هل لاحظتي أنت من خلال تعاملك مع السيدات، من خلال مزاولتك لمهنتك كاختصاصية في الطب النسائي والتوليد، أنه فعلا النساء اللواتي يعني كنا تقريبا فترة ما قبل انقطاع الطمث عانينا من الاكتئاب لأن ربما التمثيل الغذائي للألياف لم يكن جيدا؟ طبعا كلياتنا بنعرف انه الغذاء الصحي ونمط الحياة الصحي هو بيخفف من حدوث الاكتئاب، فأكيد هذه الدراسة صحيحة جدا. وأنا عجبني بالدراسة الكلام عن تأثير الاستروجين على البكتيريا الصديقة للإنسان. الحقيقة انت حكيتي حضرتك عن تأثيرها على البكتيريا الصديقة الموجودة بالقناة الهضمية، بس أنا اليوم بدي ركز كتير نحن عم نحكي عن انقطاع سن انقطاع الطمث، قديش بيأثر نقص الاستروجين وقديش بيخلينا نفتقد هالبكتيريا الصديقة بسبب نقص إفراز المخاط اللي هو مشرف عليه الاستروجين، واللي بيكون له pH معينة بيشجع نمو البكتيريا الصديقة اللي بتعمل دور عظيم جدا بالدفاع عن المهبل وحتى الوقاية من التهاب المثانة بسبب تحويل السكر الموجود بالخلايا المهبلية إلى حمض يستطيع أن يقتل البكتيريا والفطريات الضارة، وهيك هو مفتاح الحل للقضاء على الالتهابات المهبلية سواء قبل حدوث انقطاع الطمث أو بعد حدوث انقطاع الطمث. شكرا لك. نعم شكرا لك على هذا التعقيب. إذا هناك علاقة وثيقة إذا ما بين البكتيريا الحميدة في المهبل والإفرازات حسب ما نفهم منك. نعم. شكرا، نواصل معك ونعود إلى موضوعنا اليوم. متى نعتبر إذا الإفرازات المهبلية طبيعية أو غير طبيعية بعد انقطاع الطمث؟ ولكن قبل أن نصل إلى ذلك دكتورة باسمة، هل من الممكن أن نفهم كيف تتغير الإفرازات شيئا فشيئا؟ يعني قبل في مرحلة ما قبل الطمث ما الذي يحدث، وكيف تتطور الإفرازات عند المرأة عندما تصل إلى سن انقطاع الطمث، وهل غيابها بشكل تام يعتبر صحيا بالنسبة لها؟ نعم، الحقيقة يعني اللي بيدرس البيئة المهبلية، هالبيئة اللي هي عبارة عن نظام توازن بيئي، يعني سبحان إبداع الخالق فيما خلق. يعني الحقيقة الاستروجين هرمون رئيسي وضروري جدا لإفراز المادة المخاطية اللي إلى درجة حموضة معينة، ووجودها يعني وجود الاستروجين وإفرازها المخاط الحامضي هو بيئة مناسبة للبكتيريا الصديقة، وهيك الطريقة الوحيدة للحفاظ على صحة المهبل. الحقيقة المهبل بفضل الاستروجين هو أكثر عضو قابل للمرونة بين كل أعضاء الجسم. كلياتنا بنعرف كيف الولادة الطبيعية ممكن أنه يولد طفل وزنه 4 كيلوغرام من المهبل اللي بيتوسع وقابل للمرونة والمواد الموجودة فيه، الإلاستيك والكولاجين، كيف أنه هالمرونة الفضل لهالمرونة هو لهرمون الاستروجين. مع انقطاع الطمث الحقيقة نقص الاستروجين يؤدي إلى نقص إفراز هذا المخاط، ويؤدي إلى تغير هالبيئة هي الصحية، ويؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة. ولذلك بيصير في عنا التهابات شديدة، بيصير في عنا مفرزات ممكن تتعرض إلى التهاب المهبل الجرثومي، ممكن يصير في عنا التهاب بالتريكوموناس الكانديدا، التهابات المثانة المستمرة. والمشكلة اللي منصادفها إنه كتير من النساء لما بينصابوا بالتهاب المهبل الجرثومي بيصير في عنا رائحة مثل رائحة السمك، فبيحاولوا يعوضوا عن هالرائحة باستخدام هالمواد الكيميائية، الديودورانات، الدشات المهبلية. والحقيقة
بيصير عنا دارة معيبة وبزيد الطين بلة. كل ما استخدمنا هالمواد قتلنا أكثر هالعطيات النافعة وكتير صعب إنها تتعوض. فأنا يعني سر نجاحي بعلاج الالتهابات إني بحرص على إنه هالبكتيريا النافعة تكون موجودة. ما بقبل أبداً لمريضاتي إنه يستخدموا أي مواد كيميائية عن طريق المهبل، مع إنه الشركات بتطرق الباب عدة مرات وإنه هذا كتير منيح وهذا منيح. أي استخدام لصادات حيوية سواء موضعيا أو بالطريقة العامة، أي إهمال للنظافة العامة، أي لبس الأندروي لما ما بتكون قطنية قادرة على امتصاص الرطوبة، لأن الرطوبة بتشجع كتير نمو البكتيريات الضارة ونمو الفطريات. الاستحمام يعني حتى الماء اللي هو ماء، يعني امبارح اجتني مريضة قالت لي أنا ما كان فيني شيء، نزلت على المسبح وصار فيه اللي صار. يعني نعم. حتى الكلور الموجود بالمسابح يؤدي إلى حدوث مشاكل طبعًا، يعني عدم توازن في المهبل. نعم في يعني منطقة حساسة جدا ديليكيتد تمتص أي شيء. يعني نوع الفوطة الصحية اللي بتستخدمها السيدة كلياتها عم يستخدموا مواد صناعية مع الأسف. لازم نحرص على الأنواع الجيدة القطنية. هالمنطقة ما نلبس ألبسة ضيقة، هالمنطقة بدها تتنفس، التعرق الزايد، التشفاف. أنا دائما بعتمد على المواد الطبيعية البيور. أهل المغرب بيستخدموا الخزامة، دائما أنا بستخدم البابونج الخزامة، مرشات بسيطة من برا، ما بصير نحط شيء بالمهبل أبدا، ومننشف. وحتى طريقة التنشيف ممكن يعني استخدام ورق التواليت ممكن أنه يأثر لما بتكون المريضة هالمهبل، هذا طبقة المهبل والخلايا صارت كتير قليلة الكثافة، منطقة محمرة عندها شعور بالحرقة، عندها آلام شديدة، بيستخدم لها البابونج، بخ هيك بجيب لها هيك فخاخة صغيرة بالله بتستخدمي البابونج، وممكن تستخدمي استشوار على البارد تنشفي المنطقة لحتى ما يكون في رطوبة وما تستخدمي شيء يجرحك. ما بتتخيلوا قديش ضروري نعتني بهالأشياء الصغيرة لحتى نحافظ على صحة وسلامة المهبل. نعم دكتورة بسمة، شكرا على هذه المعلومات وهذه النصائح للنساء اللواتي يستمعن إلينا اليوم. ولكن متى أنت تعتبرين إفرازات انقطاع الطمث الطبيعية؟ كيف تكون؟ وهل غيابها طبيعي؟ هل غيابها صحي؟ طبعا الجفاف ما نصحي، لأنه وجود الجفاف نحن في عنا طبقة سائلة بفضل الاستروجين. هالطبقة السائلة بتحافظ على مرونة وتزليق المهبل. لما بيكون في عنا جفاف الحقيقة بتعاني النساء بعد سن انقطاع الطمث من الألم أثناء الجماع. بصير عنا تمزقات لأنه هالطبقة كتير كتير رقيقة وما فيها تزليق، فبصير عنا شوية أحيانا مشح دموية سبوتينج. الحقيقة حتى بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث بيكون في عنا الإباضة غير منتظمة، ممكن يكون إباضتين بالشهر، وممكن لأنه ما في إباضة منتظمة تضلت دورة وسبوتينج طول الوقت. فالقصة بتكون في استعداد للالتهاب بسبب السوائل الموجودة. فالمفرزات الجفاف هو جزء من الحالة المرضية اللي بترافق انقطاع الطمث، واللي حالياً طب التجميل أوجد إلى علاج عن طريق حقن البلازما اللي بناخدها من المريضة، لأنه البلازما غنية بعوامل النمو، بهرمون النمو، بالإلستين، بالكولاجين، لإعادة الحيوية للمهبل. عم تعطي نتائج كتير كتير ظريفة. ونحن بننصح وقت الجماع باستخدام المزلقات، يعني جل الألوفيرا، الشغلات الطبيعية البيور يلي نتأكد إنها طبيعية. أي مادة كيميائية هي مؤذية جدا جدا. فلا، الجفاف هو حاصل لكن هو مثل يعني تأثير جانبي، ومع الأسف عكس الهبات الساخنة اللي هي أحد الأعراض المميزة لسن اليأس اللي بتقل مع مرور الوقت، الجفاف بيزيد مع مرور الوقت. فالمفرزات يعني بتصير أقل تواجد، وممكن أنها تكون رننج، يعني ممكن يعني مو كتير كتير بتسيل، بس الحرقة والحكة وما يعرف بالتهاب المهبل
الضموري بتصادف النساء بسن انقطاع الطمس، واللي لازم نعطيه الطرق السليمة لعلاجه وكيف بدها تكتر البكتيريا النافعة الصديقة ونقلل ما أمكن من استخدام الصادات الحيوية وكيف تلبس وكيف تعتني بها المنطقة. نعم، إذن هناك عدة أسباب لوجود إفرازات انقطاع طمث غير طبيعية. ذكرت ضمور المهبل، هل هناك أمور أخرى؟ هل ربما تضخم بطانة الرحم تؤثر أيضا؟ يريد تخبرين عن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى حدوث إفرازات انقطاع طمث غير طبيعية، يعني تدعي أو يجب أو تلزم المرأة باستشارة اختصاصي في الطب النسائي؟ طبعا الحالة المهبلية اللي بتصير عليها المرأة بسن انقطاع الطمث هي حالة أكثر تعرض للالتهابات، فكل الالتهابات اللي بتصادفها حتى قبل انقطاع الطمث ممكن يصير عندها. يعني ممكن يصير عندنا التهاب المهبل بالكانديدا، التهاب المهبل الجرثومي، التهاب المهبل بتريكوموناس، فلازم على طول لما تكون هالسوائل عم تسبب لريحة واخزة، ممكن ريحة مثل السمك، ممكن المتلك، الريحة الواخزة اللي هي بتحس فيها مفروض أنها تلجأ للطبيب. اللي بدي خوف منه هو المفرزات الدموية، يعني أحيانا بصير عنا شوية سبوتينج بعد الجماع، لكن أي مفرزات دموية بعد انقطاع الطمث يلي مقصود فيه أنه تتوقف الدورة لمدة عام كامل، المفروض أنه تراجع طبيبة وتنقاس سماكة بطانة الرحم، لأنه سماكة بطانة الرحم ممكن أن تكون مؤشر لوجود ما يعرف بالهايبربليجيا، اللي هي حالة ما قبل سرطان عنق الرحم اللي ممكن علاجها بإبر البروجسترون، ولازم تتشخص الحالة مبكرا لأنه هو من أكثر السرطانات اللي قابل للعلاج وقابل للشفاء لو تشخص مبكرا. فالمفروض انك انت تكوني تحت الرعاية الطبية للتشخيص المضبوط، وبالتالي يعني المفتاح هو التشخيص، هو مفتاح العلاج. نعم، شكرا. إذن وصلنا إلى النصائح الهامة اليوم، يعني هل هناك من وقاية؟ ذكرتي أن الطب التجميلي اليوم لديه حلول، ولكن المرأة التي ستعرف إنها ستصل بعد عام أو عامين إلى سن انقطاع الطمث، هل هناك من وقاية؟ هل هناك خطوات إرشادات من الممكن أن تعطينا إياها لكي تتجنب المرأة هذه المشكلة المزعجة، يعني إفرازات انقطاع الطمث سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية؟ تفضلي. نعم، الإرشادات هي الإرشادات العامة اللي دائما نحن بننصح فيها. أول شيء نحن بدنا المرأة تكون عم تعيش حياة صحية خالية من الستريس، تمارس رياضة المشي، تعمل تمارين كيجيل اللي هي تمارين معروفة، يعني أي واحدة بتحط على اليوتيوب تمارين كيجيل حتلاقي مئات اليوتيوبات اللي بتفهمها كيف بتقوي العضلات، لأنه يعني سر العافية بأنه نقوي هالعضلات. طبعا المرأة بهالعمر بيكون أولادها كبروا وبيكون عندها متسع من الوقت لحتى تعتني بحالة وترمم شو نقصة بسنوات الأمومة المضنية وهي عم تكبر وعم تدرس. الألبسة القطنية، الألبسة الواسعة، وعدم استخدام أي مواد كيميائية نهائيا، استخدام الجلات الطبيعية مثل جل الألوفيرا قبل الجماع. كمان الشغلات الطبيعية إلى دور كبير، مثلا السودانيات بيستخدموا السمسم، استخدام السمسم يعني إذا كل يوم معلقة أو نص سمسم. نعم، يأخذون السمسم. نعم، السمسم غني جدا وبيؤدي إلى عدم حدوث هالجفاف، لأنه نحن بدنا نعود، يعني نحن ممكن ناخد التوفو والصويا، قصدك كل ما هو استروجين نباتي؟ نعم نعم، لأنه استروجين نباتي. نعم طبعا نحن ضد نهائيا أي استروجين. يعني هلأ نحن بأوروبا كانوا بالسبعينات يعطوا المرأة العلاج المعيد، لكن مع الأسف ارتفاع نسبة السرطانات اللي رافقت سرطان الثدي اللي رافقت المعالجة المعيدة، واللي كانوا يقولوا انه هي بتحسن الكواليتي تبع الحياة، طلع انه مع الأسف بالعكس ممكن انه تسبب اضرار جسيمة اكثر خطورة من المشكلة. صح طبعا طبعا. نعم، يعني نعم. يعني
يعني إذا شغلة فيزيولوجية قلنا الله بس نحن بإيدنا نجيب الضرر لحالنا ونساوي عند حالنا سرطان ثدي بالوقت اللي يعني أنت لا تنصحين بالهرمونات البديلة عند الوصول أبداً إلى أبداً في حالات قليلة جداً يعني ممكن إذا في عندي ضمور كتير استعمل شغلة تحبة العدسة من مراهم موضعية ممكن، لكن بشكل عام أنا لا أنصح إلا بالبدائل الطبيعية. خلينا نرجع على الطبيعة يا جماعة، خلينا نرجع للحياة اللي كانوا يعيشوها جداتنا واللي كانوا ما يشكوا يعني، وحتى يعني ممارسة العلاقة الحميمة بشكل منتظم بيساعد على صحة المهبل، لأنه عدم الانتظام بممارسة العلاقة الزوجية ممكن أنه يعني مثل يعني يؤدي إلى ضمور أكثر وصعوبة أكثر. يعني هي من صادفها لما الزوج بيكون بيسافر لفترات طويلة وبيرجع بيكون في عنا مشاكل أكثر. فهذا الموضوع مهم جدا. القطن، ما نلبس شيء ضيق، ما نلبس ابدا اي شيء مصنوع من شغلات صناعيه. يعني الفوطه الطبيه يعني في منهم صانعينها من مشتقات البترول، لازم يعني نقتنى المنتجات، نروح نرجع للطبيعه الشغلات الاوريجينال. نعم، إذا نعود إلى الحياة الطبيعية قبل أن تبتكر هذه الهرمونات البديلة. دكتورة، ذكرتي أنه كل هذا ناجم يعني عندما تصل المرأة إلى سن الأمل هناك ضمور في المبيضين يحصل، وهذا يؤدي إلى غياب الإفرازات أو إلى اضطراب فيها. يا ترى هل هناك نساء، يعني هناك، هل هناك نساء يتجنبن هذه المشكلة بفضل طريقة عيش مختلفة سليمة صحية؟ هل أنت رأيتي مثلا نساء في الستين ضمور المبيض لديهن مختلف، هو بشكل صحي أكثر أفضل من الأخريات؟ هل لاحظتي ذلك؟ يعني طبعا الحرص على المواد الطبيعية وأخذ البدائل الاستروجينية المتاحة، يعني مثلا قلت لك أنا السودانيات استخدام السمسم يساعد كثيرا على أنه ما شفت أنه في عندهم يعني قسم كبير من مريضاتي بيكون في عندهم هالرطوبة هي اللي بتعوضها وجود الاستروجين اللي بيساعد على افراز المخاط. هو الاساس افراز مخاط صحي لحتى ما يصير عندنا التهابات، لانه الجفاف هو اللي بيأثر للالتهابات. في شغله بدي اذكرها كمان، طبعا المنطقه مزوده بعده نهايات عصبيه، المشكله انه بيصير شعور بالحرقه بسبب هالجفاف هذا وبسبب هالإصابات هاي. فهذا كمان موضوع لازم كتير ننتبه عليه. هالتخريج للنهايات العصبية بتصير حالة ألم بالفرج والمهبل، ألم شديد بيعانوا منه وكتير منتغلب. فلازم نحن دايما نستخدم الزيوت الطبيعية للسيطرة على الحالة اللي نتأكد أنه ما فيها أي شيء كيميائي. ولما بيصادفنا الالتهاب لازم ما نبالغ باستخدام المضادات الحيوية. أنا بصراحة ما بعطي أي مضاد حيوي بدون ما أعطي بكتيريا صديقة، وهلأ في شركات مصنعة أنواع من البكتيريا الصديقة. لأنه اللي بدي أقولك يا مدام أنه في فرق بين البكتيريا الصديقة الموجودة بالجهاز الهضمي والبكتيريا الصديقة الموجودة بالمهبل. نحن لازم نعطي بكتيريا صديقة تبع المهبل بالذات. نعم، إذن يجب أن نستهدف هذه المنطقة من خلال بكتيريا مفيدة مخصصة لها وليست مخصصة للمعدة أو للجهاز الهضمي. شكرا لك دكتورة باسمة جبر على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا وخاصة لمستمعاتنا اليوم. أشكرك لإلقائك الضوء على ملف اليوم، هل الإفرازات المهبلية بعد انقطاع الطمث الطبيعية؟ نعود إليك مع أسئلة مستمعينا ومستمعاتنا خاصة اليوم على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة 00336072949. من الممكن طرح الأسئلة في رسائل صوتية ونصية على هذا الرقم أو على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة حول أي مشكلة صحية تهمكم وتدخل ضمن اختصاص ضيفتي العزيزة، يعني
الطب النسائي والتوليد. شكرا لك دكتورة باسمة جبر، أذكر بأنك استشارية في الطب النسائي والتوليد في مستشفى سليمان حبيب في دبي يعني في الإمارات. شكرا لكل مستمعينا على التفاعل الرائع مع حلقتنا اليوم. شكرا لزكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج، وليوسف حبش في قسم التنسيق. أعود إليكم جميعا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية، تعالوا نستمع. الصحة المستدامة، سونيتا نادر. أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة باسمة جبر، الاستشارية في الطب النسائي والتوليد في مستشفى سليمان حبيب في دبي في الإمارات. هي معنا على الخط مباشرة من هنا. كل التحيات لك دكتورة باسمة من باريس إلى دبي. الآن سنأخذ أسئلة مستمعينا ومستمعاتنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة 00336072949. من الممكن طرح الأسئلة في رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم أو عبر صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة حول موضوع حلقة اليوم يعني الإفرازات المهبلية بعد انقطاع الطمث، أو حول أي مشكلة صحية تهمكم وتدخل ضمن اختصاص ضيفتي العزيزة الطب النسائي والتوليد. إذن أول سؤال يأتينا من هدى من الأردن، تقول لك استمعت إلى ما قلته ورأيت موضوع حلقة اليوم، يا ترى هل زيت جوز الهند العضوي ينصح به كمزلق قبل العملية الحميمة؟ أنا وصلت إلى سن 60 وأستعمله قبل العملية الحميمة. والله كتير ممتاز، اختيار موفق الحقيقة، بس تتأكدوا أنه يكون بيور، يعني أي شيء مضاف يعني عضوي مادة كيميائية. أيوة أكيد. نعم. كتير منيح. ممتاز. نعم، إذن تنصحين به دكتورة. نعم نعم نعم، شكرا. نعم، ننتقل الآن إلى مستمعة أخرى طرحت عليك السؤال من سوريا، وهي نجوى، تقول دكتورة باسمة أنا حصل لي نزول لإفرازات بيضاء ومن دون أي رائحة بشكل مفاجئ، حيث لم يكن لدي أي إفرازات منذ 3 أعوام تقريبا. أنا اليوم وصلت إلى سن 53 وليس لدي أي دورة شهرية منذ أن استأصلت الرحم منذ حوالي 11 عاما. إذن كيف من الممكن أن نرد على مستمعاتنا؟ نعم. تفضل. الحقيقة أي مفرزات تثير انتباهك ممكن ببساطة نجي ما يسمى بمسحة المهبل. الحقيقة مسحة المهبل ممكن إجراءها، وبعد إجراء مسحة المهبل ممكن أنه نشوف إذا في التهاب أو ما في التهاب، يعني بيبين معنا إذا في عضويات تحتاج إلى علاج أو لا. نعم، إذن بماذا تنصحين المستمعة؟ إجراء مسحة مهبل عند الطبيب. هذه جاينا السواب حتى نتأكد، حتى إذا في شيء، بس لا تاخذي أي مضاد حيوي أو مضاد للفطريات بدون استخدام البكتيريا النافعة. وبنصح أن تستخدم البابونج، متوفر في سوريا، ممتاز جدا، وصول لطيف جدا، ولا يؤثر على الفلورا ولا يؤثر على البكتيريا الصديقة. نعم، شكرا لك على الإجابة. أيضا من سوريا إيمان كتبت لنا بتقول مساء الخير دكتورة، لدي بثور في منطقة المهبل الخارجية وأحيانا تكون ملتهبة أي مليئة بالمادة الصفراء ومؤلمة أيضا، هل هذا دليل على أمر معين أم هذا طبيعي؟ وشكرا لكما ولهذا البرنامج المميز. شكرا إيمان. إيمان بشكل عام الحقيقة بعد إزالة الشعر بالمنطقة الحساسة، لما بيطلع الشعر المشكلة اللي بتصير إنه بيصير عنا التهابات بالأجربة الشعرية، لأنه بيكون البشرة خشنة والشعرة ناعمة، فما بتقدر الشعرة تطلع. فهذه الحالة إنه نحن بننصحهم كلهم إنه يستخدموا مواد ملطفة من مادة طبيعية جدا بعد إزالة الشعر، ممكن يستخدموا مثل ما قالت المدام زيت جوز الهند الطبيعي لترطيب المنطقة بشكل دائم. بس إذا في عنا بثور مؤلمة أنا أفضل إن تشوفها طبيبتها لحتى نتأكد إنه ما في أي شيء مرضي وراء هالحكي. طبعا لازم تنفحص أحسن.
شكرا. نتابع معك. ومن الإمارات هذه المرة مريم كتبت لنا بتقول أنا متزوجة عمري 40 عاما وأم لي 3 أطفال، لدي نتوءات في المهبل أو حبوب صغيرة جدا، هل تعتبر ثأليل؟ ما هو العلاج؟ شكرا. الحقيقة التقاليل منتشرة جدا، وكلنا بنعرف انه سببها النوع الحميد من الـ HPV الفيروس الحيلومي البشري اللي فيه منه انواع حميدة تسبب التقاليل، في انواع خبيثة ممكن انها تسبب مشاكل وتشكلات بعنق الرحم. انا بفضل انها تنفحص هاي النتوءات، اكيد ما نتوءات طبيعية، علاجها بسيط جدا وما بيخوف الفيروس اللي بيسبب التقاليل قد ما بيخوفنا الفيروس الرسكي اللي ممكن يعمل مشاكل حقيقية في عنق الرحم. فبفضل كمان انها تراجع طبيبتها للتأكد من طبيعة النتوءات هاي. شكرا. مها من الإمارات تسألك لماذا يضيق المهبل بعد سن 60 وتصعب العملية الحميمة؟ هلأ حكينا أنه بعد سن 60 ما عنا استروجين، يعني ما عنا كولاجين. الحقيقة حتى الاستروجين هو اللي بيسبب إعطاء الكولاجين، ولما بتتفكك سلاسل الكولاجين بتكون كتير بتساعد على نمو البكتيريا النافعة، وأيضا ما بيعود فيها المرونة بالمهبل، بيضيق المهبل وبترق الطبقة الخلوية الموجودة. فأثناء الجماع عدم استخدام المزلقات المناسبة وحتى تباعد مناسبات الجماع كمان، يعني هي صارت في سن اليأس وزوجة كمان، يعني بدنا نقدر انه طبيعة التواتر العلاقة الحميمة رح تقل. فهذا القصة اللي بتسبب دقة وصعوبة بأثناء ممارسة العلاقة الحميمة، هذا شيء طبيعي. وبنصحها أنا إذا كتير في عندها معاناة أنه تستخدم البلازما كحل تجميلي إذا هي عم بتعاني، بالإضافة إلى أنه تاكل السمسم وبذور الشيا والشغلات اللي دايما نحن بنحكي عنها لحتى تعزز الاستروجين النباتي، ويكون تواتر العلاقة الجنسية أكثر، لحتى لأنه بيظل المهبل قائم بوظيفته فيما لو كان تواتر ممارسة العلاقة الزوجية أكثر. نعم، شكرا لك. سؤال من سيدة الآن تستمع إلى حلقتنا، هي امرأة حامل وتسألك لماذا تشعر المرأة بقرف من ريحة زوجة في فترة الوحامة؟ لا أعلم لماذا. إذن هذا سؤالتنا من موريتانيا، تفضلي. والله يعني الحقيقة الوحام أحيانا كتير ممكن أنه نوع من التأقلم، بصير الوحام نوع من التأقلم مع المخلوق الجديد. فعلا في كثير نساء بتضايقوا من ريحة الأكل، بصير عندهم شعور بالغثيان، وفي منهم بتضايقوا من ريحة الزوج، من ريحة الدخان. يعني هذا إشي طبيعي، يعني أنا بعتبر أنه الأمومة لها ضريبة، لازم ننتبه على الضريبة اللي تبع الأمومة، ضريبة يعني بده يتحمل الزوج، يكون متعاون ويتحمل الوضع يعني اللي عم بتعاني منه زوجته، مو بإيده يعني، يعني شغلة عادية جدا ممكن تحصل عند نسبة مهمة من النساء. نعم، شكرا. ننتقل الآن إلى سؤال من مستمعة لنا كتبت لنا من ألمانيا، تسألك سوزان هل تنصحين بلقاح كوفيد للمرأة الحامل؟ طبعا نحن ننصح بلقاح كوفيد للمرأة الحامل بعد 14 أسبوع. الحقيقة اللقاح هو الطريقة الوحيدة المتاحة بين إيدنا لحتى نحمي مرضانا وحواملنا من الإصابة بهالمرض هذا يلي الله يبعده عنا بقى ونقدر نسيطر عليه. طبعا لازم انه تاخذ اللقاح، هو بينعطى الفايزر بعد الاسبوع 14. الحقيقه حتى بدوله الامارات الحبيبه بلشنا يعني طبقوا اللقاح للحوامل للمرضعات، لا استثناءات بموضوع اللقاح، ما في تساهل ابدا بالموضوع. شكرا لك دكتورة بسمة. نواصل معك. وعلي من العراق من محافظة البصرة يسألك هل يوجد فرق بين النساء السمروات والبيضوات بخصوص التشنجات المهبلية؟
العالم والله كان كل هناك. النساء نحن بحثنا بموضوع التشنجات المهبلية، كل نعم. النساء حتى في أوروبا حيث الانفتاح، حتى في أمريكا، ما في امرأة واحدة من 4 نساء تعرضت إلى موضوع التشنج المهبلي عقب الجماع. يعني بيكون حكينا، بتتذكري مدام سونيتا، حكينا نعم. بهالموضوع وحكينا كيف انه الحالة النفسية بتأثر، وكيف التجارب السابقة، التربية، وحكينا كيف انه هلا الطب التجميلي باعطاء حقن البوتوكس عمل يعني ثوره بعلاج التشنجات المهبليه، وفعلا اعطى نتائج ممتازه بعلاج الحاله اللي كانت تحتاج علاجها الى اشهر بل سنوات لحتى نخلص منها. شكرا. أيضا عن التشنج المهبلي، هذا السؤال من جابر من اليمن يسألك: ما هي أعراض التشنج المهبلي عند المرأة؟ أعراض التشنج المهبلي عند المرأة أنه في عنا نحن حلقات عضلية، يعني عضلات دائرية بالقسم السفلي من المهبل حقيقة تغلق تماما لما بصير تشنج، تغلق ولا يمكن إتمام جماع، بتحس بألم شديد، حتى لو يعني لو أجبرت على هذا الجماع ممكن هالألم يسبب يعني تأثيرات خطيرة، يعني ممكن من شدة الألم أنه يغمى عليها، ممكن أنه يصير عنا حالات خطيرة، وهي ما بتكون لا عم بتمثل ولا شيء، فعلا تسكر المنفذ نهائيا، يعني تشنجت العضلات وأغلقت المخرج نهائيا، ما عاد في إمكانية للعلاج نهائيا. هذا هو تشنج المهبل. كانت حلقة جدا موفقة وقت اللي حكينا شكرا. عن الأسباب وحكينا، نعم كانت حلقة جميلة جدا، نعم فعلا، يعني يعني حكينا وقتها انه كيف ممارسة الجماع يشبه المشي عند الطفل، اول ما بيمشي الطفل ممكن يتعثر، بعدين بنصير نمشي بدون ما نفكر، فلبين ما ياخذوا على بعضهم بتاخذ وقت، وبيكونوا الزوجين مضغوطين الحقيقة، الزوج بده لازم ينجز الجماع بالليلة الاولى والا ما كان رجال، والزوجة بدها تتأقلم انه هذا شيء عيب وحرام، وفجأة بحطوها مع واحد بسكروا عليها الأوضة بيقولوا لها ما بصير، واذا ما مارستي الجماعة الله بيغضب عليك والملائكة بتلعنك. نعم. يعني مفارقة عجيبة غريبة، يعني مفارقة جدا مزعجة، لكن يعني أنا مريضاتي اللي بيراجعوني بالعيادة الحمد لله قدرنا نوصل لك لا لا حل لهالقصة، ومش الحال الحمد لله. نعم شكرا دكتورة. نواصل معك، ومن السودان سيدة تطرح عليك هذا السؤال: هل يلعب الختان الفرعوني دورا في تكرار التهاب المهبل الفطري، وهل تلعب النظافة الشخصية وارتداء بعض أنواع الملابس الداخلية دور؟ أيضا هل تنصحين طبعاً بالحمام المهبلي لتجنب الإصابة بفطريات المهبل؟ شكرا لك. أهلا. أولا لا أنصح بأي شيء عن طريق المهبل، خارجي فقط. ثانيا الختان الفرعوني هو جريمة لا يجب أن يعاقب عليها القانون، وفعلا هلأ بالدول كلها سنت قوانين ضد هالإجراء الجنائي اللي ما له أي أساس شرعي. المصابات هدول هن أكثر ناس مرشحات أنه يصير عندهم تشنج مهبل، وكان عندي مريضة الشهر الماضي الحقيقة سنة كاملة ما قدرت أنه تمارس الجماع الكامل بسبب الختان اللي تعرضت له بالصغر، لأنه هذا بيحمل رواسب من تعرضها للألم وقت اللي صار الختان اللي قلت لك ما له أي أساس شرعي. الشغلة الثانية، الموضوع الثاني هو موضوع الفطريات، مثل ما حكينا نحن منعالج الفطريات مع استخدام البكتيريا النافعة، العناية بالنظافة الشخصية أكيد مهم، وارتداء الألبسة القطنية مهم، وتغيير الألبسة الداخلية حتى لو ما تحممتي، استخدام الصابون واستخدام الجلات هي الكيميائية كلياتها ممنوعة نهائيا، كتير لازم ننتبه، هالمنطقة ديليكيتد كتير وقادرة على امتصاص أي مادة تضاف إلى، ننتبه على القصة كتير كتير الحقيقة. شكرا. سؤال وصل على رقم الواتساب من سمير من سوريا يسألك: هل تتأثر فتحة المهبل بالعمليات القيصرية؟
الحقيقة بالنسبة لموضوع الهبوط احنا بنصافه حتى عند اللي عاملين قيصرية، لأنه المسألة لها علاقة أول شيء بالعوامل الإرثية، يعني في ناس بصير عندهم هبوط أكثر من ناس لعوامل وراثية، بعدين زيادة الضغط في البطن، يعني مثلا البدينات دائما في ضغط على العضلات فمعرضات للهبوط حتى لو ما كانوا متجوزين. الإمساك، السعال المزمن، كلياتها أمور بتساعد، يعني الهبوط يعني توسع بالمهبل أكيد، يعني وظيفة المهبل ما بتكون مثل ما بتكون وظيفة المهبل لما يكون هالعضلات شادة. والحل أنه دائما نحن يكون في عنا الوزن مثالي، الرياضة وخاصة تمارين كيجيل مثالية، و إجراء القيصرية. يعني صحيح نحن بالولادات الطبيعية منشوف هبوط أكتر، بس هذا لا يعني أبدا مطلقا أنه نحن ما بيصير هبوط إذا عملنا قيصريات، ونحن ضد القيصريات لأنه كلياتنا نعرف التأثيرات الجانبية للقيصريات والمشاكل الجمة اللي نجمت عن تعدد القيصريات، خاصة نحن ببلادنا يعني الوحدة ما بتكتفي بولد ولدين. موضوع ارتكاز المشيمة المعيب والتحام المشيمة الحقيقة مشاكل قد تودي بحياة المرأة من وراء تعدد القيصريات. شكرا دكتورة باسمة. ليان كتبت لنا من مصر تقول شكرا اليوم على هذا الموضوع الهام، هل من الممكن أن أسأل الدكتورة باسمة؟ أنا أعاني من الالتهابات المهبلية، قررت أن أتوقف لمدة شهر عن حبوب منع الحمل، وللأسف حصل لخبطة، لم تأتيني الدورة الشهرية المتعارف عليها، ولكن نقطتين بالعدد، أصبحت أشعر بقلق وتوتر ومر الشهر بسلام، والآن عندي أتتني الدورة. أول سؤال، لماذا حدث هذا الاضطراب والتوتر؟ وثاني سؤال، هل يجب أن أتوقف ما بين الحين والآخر عن أخذ هذه الحبوب؟ السؤال الثالث والأخير، هل تسبب الحبوب التهابات مهبلية، مع العلم أني كنت استخدم اللولب وتوقفت عنه بسبب هذه الالتهابات؟ وأخيرا أذكر أن عمري 37 سنة. شكرا لكما. الحقيقة استخدام حبوب منع الحمل والحمل بحد ذاته يؤدي إلى زيادة حدوث الالتهابات الفطرية، هاي شغلة نحن منعاني منها كثير كثير. موضوع استخدام الحبوب بشكل مستمر هذا موضوع مرفوض نهائيا، لأنه المفروض أنه نعطي فرصة للجسم ليعبر عن حاله. الاستخدام الحبوب ممكن أنه يسبب حالات من انقطاع الطمث في نساء باستخدام الحبوب، وتكرار استخدام الحبوب ممكن أنه يصير عندها توقف بالطمث. موضوع التوتر والقلق هي معها حق، بس يعني أنا اللي بحكيه دايما المشكلة في أنه الضريبة باهظة على الإناث، الضريبة باهظة، يعني المرأة هي الله خلقها، يمكن لأنه نزلت آدم من الجنة ما بعرف يعني الفصل اللي عملته، المهم أنه هي اللي بتحمل وهي اللي بتولد وهي اللي بترضع، وفي عنا يعني 30 سنة بتستخدم موانع حمل. فيعني أنا بشجع الأزواج على اختيار طرق بديلة، يعني أنا مو منطق أنه أنا استخدم حبوب منع الحمل 7 سنين وعرض حالي. صحيح حبوب منع الحمل يعني بتعمل تأثير وقائي على المبيض والرحم، لكن والله يا جماعة بتزود احتمالات سرطان الثدي وبتزود المشاكل والتنشؤات بعنق الرحم. طيب ليش يعني لما يكون في تعاون بين الأزواج؟ هي البويضة تبقى صالحة للإلقاح 12 ساعة والنطف في عنا 3 أيام ممكن، يعني طريقة التنظيم واستخدام الواقي الذكري، يعني ليش ما نعمل طيب شهر شهر بشهر مثلا؟ ليش لا. ليش ما نعمل هيك؟ يعني يعني نوع من المنطق وتجنيب النساء الستريس الفظيع. والحقيقة أنا يعني من خلال ممارستي الطويلة للمهنة، المشكلة لما بتحمل المرأة بيجي الزلمة بيعمل عنتر عليها وبيبهدلها وبيقول لها أنا ما بصير وكيف حملتي وتحملي النتيجة غلطك، يعني يعني مآسي مآسي بتعيشها الزوجة لما صار حمل غير مرغوب فيه وغير مخطط له. فهذا نعم. الموضوع يعني يعني المشكلة يعني يا جماعة الخير أنه لهلأ ما لقوا موانع حمل مؤقتة للرجال، هي في عنا طريقة ومضمونة كتير كتير، ولا بعتقد حتى الرجال بالغرب ما بيرضوا يستخدموها، يمكن بالغرب يعني عندهم استعداد أكثر من عنا، بيعملوا ربط للقناة الأسهر، يعني تنعمل موضوعيا تخدير موضوعي وتنعمل بالعيادة وجدواها أكثر من ربط الأنابيب عند الأنثى.
بس يا ترى قديش في استعداد نفسي عند الذكر انه يستخدم طريقه اذا ما بده اولاد؟ صعب كثير. انا كثير النساء بيقولوا لي حتى استخدام الوقت اللي ما بيرضى جوزي، فهي مسكينه بتعرض حالها للمشاكل لانه زوجها هو بيفرض عليها استخدام موانع الحمل وعلى مده سنوات عديده، يعني كل وسائل منع الحمل، كل وسيله في لها اضرارها وفي لها تاثيراتها الجانبيه المزعجه. يعني ما أنا شغله سهله ابدا، والحمل غير المرغوب فيه خاصه بالايام هي ما كمان ما أنا شغله. يعني نحن على امل اختراع المشكله لما استخدموا الموانع الحمل عملت مشاكل كثير عند الرجال وما مشي حالها، يعني ما كانت لهلا ما قدروا يوصلوا لشيء يكون منطقي ومعقول لحتى يكون نوع من التشارك على الاقل، يعني شهر انا شهر انت يعني. نعم شكرا جيد. رح تعملي ثورة اليوم دكتورة. والله أنا يعني مستهدفة من داعش ثورة نسائية. إذا دكتورة آخر سؤال نطرحه في حلقتنا اليوم يأتي من زوج من الأردن يطرح السؤال بالنسبة لزوجته، يقول زوجتي وصلت إلى سن 60 تعاني من الجفاف المهبلي وتعالجه بشكل متقطع بالتحاميل والهرمونات، هل لهذا تأثير على عنق الرحم؟ وشكرا لكما. الحقيقة حكينا أنه علاج الجفاف المهبلي باستخدام المزلقات البيور، وإذا كانت الحالة أدت إلى التهابات متكررة، بالمناسبة حق البلازما حتى بخفف من تكرار الالتهابات، واستخدام البكتيريا النافعة السمسم مثل ما حكينا، بذور الكتان، بذور الشيا، يعني هناك يعني باقة من المواد الطبيعية اللي بتساعد على قلة الجفاف وزيادة مناسبة الحقيقة. يعني المهبل الوظيفي ما بصير فيه مشاكل أبدا. غالبا أنه بالزوجين بيكون في تردي وتدهور بالحياة الطبيعية عندهم، يعني بيكون يعني إذا زوجته 60 يعني كمان الزوج ما مو بيكون بنفس القدرة مثل لما كان مثلا بالثلاثينات، فهي مشكلة مشتركة وممكن انه يصير تأقلم معها وعلاجها، ولازم يعني ننتبه انه حتى انا في تعليمات مهمة جدا، يعني انا بصادف انه عند النساء بسن انقطاع الطمس بيصير عنا تكرار للالتهابات المثانة، دائما انا بنصح المراه قبل ممارسه العلاقه الحميمه انه تبول وترجع تبول بعد ممارسه العلاقه الحميمه، انه دوما تحاول انه تروح على الحمام عند الشعور بالرغبه لذلك، لانه المنطقتين لصيقتين ببعض وبيصير دفع للبكتيريا الضاره اثناء الجماع وبيؤدي الى حدوث التهابات مثانه تتجلى بحرقه فظيعه بالبول، والمشكله بتعملي تحليل بول ما بيطلع فيه شيء، بس الحاله مشخصه سريريا وتعالج مثل ما قلت لك باستخدام البكتيريا النافعه مع الصادات الحيويه المناسبه. شكرا جزيلا لك دكتورة بسمة جبر على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، أشكرك بالنيابة عنهم من كل قلبي في مساهمتك معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية، وعبر برنامج الصحة المستدامة أذكر بأنك استشارية في الطب النسائي والتوليد في مستشفى سليمان حبيب في دبي. شكرا أيضا لزكريا بويحيا في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا زاك، شكرا أيضا ليوسف حبش في قسم التنسيق، ولكم أنتم مستمعين على التفاعل الرائع مع كل حلقاتنا وعلى المتابعة الدائمة لبرنامج الصحة المستدامة. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة ستكون فعلا أيضا مفيدة، ما هو تأثير هرمون التستوستيرون على حياة الرجل الجنسية، مع الأستاذ الدكتور رضوان شبسيج سيكون معنا من الولايات المتحدة الأمريكية من نيويورك مباشرة. تحياتي لكم وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء يوم الاثنين، باي باي.